السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى كيف حالك؟ نعم طيب والله الحمد. ربنا يبارك في عمرك. وفي عمرك. أنا مطلقة وعايشة مع أمي من المعاش وليا أخ بيساعدنا في المصاريف. فهو شغلته إن هو بيدرب في مجال الرياضة يعني في بلد عربي، فبيدرب ممكن يدرب رجال وممكن يدرب ميكس يعني على بعضه رجالة وأخوات أجانب. فناس افتولي ان هو ماله مختلط كده وعايز ان انتوا يعني يساعد في المصاريف. رايحه لك ايه؟ لا يسمع عليكي، استمري فيما انت فيه. طيب الله يستر.